أهلا وسهلا فيكم، معكم مريم هزيم. بهالفيديو رح نعمل تجربتين على كلين ناين، يلي هو نظام غذائي لتسعة أيام. هو نمبر ون عالميا لأنه نظام صحي، بنظف الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام، وبنزل الوزن خلال تسعة أيام، بين تقريبا 10 ل 15 أو 17 بوند حسب ردة فعل الجسم. أول تجربة رح أعملها مع الألوفيرا جيل. طبعا هذا 100% ألوفيرا، مأخوذة من نبتة طبعا، ومو زايدين عليه أي سكر أو أي شيء تاني. هذا 100% طبيعي ألوفيرا. رح أحط شوية مي بالكاسة، ورح استعمل ايودين. خلينا نتخيل انه هاي التوكسين اللي بقلب الجسم اللي بناخدها مثلا من الفاست فود يلي مانا اكل صحي، يلي بناخدها من السكريات من الحلويات، يلي بناخدها من احيانا الكيماويات يلي بنشربها عن طريق البيلز الادوية المتعددة. فحطيت شوي بالمي وشفتوا كيف انه صارت المي تقريبا بني على احمر وخلطتهم. هلا ما رح زيد غير شوي صغيره 100% ألوفيرا جيلي وشوفوا شو رح يصير. طبعا مثل ما شفتوا رجعت المي كلير، ما فيها شوائب نهائيا. هذا الشيء يلي بيعمله الألوفيرا جيلي بالجسم. طبعا شايفين اللي بقلب الكاسة، هذا ألوفيرا جيلي. ألوفيرا جيل درينك له كتير فوائد متعددة، منها انه هو فيه فيتامينات رائعة، فيه فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، B1، B12، وطبعا هذا كله بيحارب الشيخوخة عفوا، وبيساعد كتير لمرضى السكري، مرضى ضغط الدم، واللي عنده وجع مفاصل. وهلأ اجا وقت التجربة الثانية. التجربة الثانية رح تكون مع الفيتامينات اللي موجودة بقلب كلين ناين باك، النظام الغذائي لتنزيل الوزن وتنظيف الجسم من السموم. الفيتامينات اللي موجودة بهذا الباك هي عبارة عن جزئين. الجزء الأول هو الغارسينيا، والجزء الثاني هو Forever Therm. الغارسينيا ما بعرف إذا أغلبكم بيعرف إنه الغارسينيا، طبعا الحبتين الكبار على فكرة هنن الغارسينيا، الحبتين الكبار غارسينيا، والصغيرة هي الفيتامينات اللي رح أحكي عنها. الغارسينيا هي عبارة عن فاكهة، وقت مناخدها بتعمل كنترول على الشهية، يعني بتفقد الشهية. الفيتامينات الثانية هي عبارة عن فيتامينات مركبة من فيتامين بي كومبلكس، طبعا فيتامين B1، B2، B6، B12، فيه فوليك أسيد، فيه فيتامين C. طبعا هدول كلياتهم مأخوذين من البابايا، من البرتقال، من الليمون، من الجرين تي اللي هو الشاي الأخضر، وفيه كافيين. هلأ كل هدول بيساعدوا على حرق الدهون. وقت بناخد هذا الفيتامين، طبعا بالإضافة للألوفيرا، بيساعد كتير كتير البشرة يلي عندها أي مشكلة شو ما كانت تكون، إن كان حرق، إن كان أكني، طبعا اللي هو حب الشباب، اللي كان روزيشا اللي بشرته هيك حساسة كتير وبتحمر من أي شيء، كتير بيساعد. بيساعد البشرة الجافة لحتى تصير من جوا نضرة ومن برا نضرة. ف يعني مو بس الشغلات المنيحة بكل هالباك، مو بس الشغلات المنيحة انه نظف الجسم وخلص، بالعكس في له شغلات يعني كتير كتير فوائد متعددة. غير هيك انه بيساعد يلي بيدخن و
وحابب انه يبطل دخان كتير بتساعده، لانه هي مو بس بتفقد الشهية انه على الاكل، بتفقد كمان الشهية على التدخين. يعني بتساعد على كنترول على كل شيء تقريبا، مثل ما عم تشوفوا كمان هلأ قلب الكاسة بلش شوي شوي تصير المي clear، ما فيها شيء، بلشت يروح الشوائب أو التوكسن من الكاسة. عم حاول إنه فتتها بقلب الكاسة بس ما عم تزبط معي. فشفتوا كيف صار المي clear، ما عاد فيها شيء، راح كل شيء وصارت نظيفة ومي عادية. فهذا الشيء اللي بيعمله هذا الفيتامين سي بالإضافة للألوفيرا بالجسم، ف it's so powerful، كتير قوي. وشوفوا كيف بس هاي اللي عم تشوفوه هذا من الحبة نفسها، يعني هذا البابايا، هذا البرتقان، هذا الليمون اللي عم تشوفوه بقلب الكاسة، هاي هي علبة الكلين ناين كلينزين بروجرام لتسعة أيام. رح خبركن بشكل سريع شو بيكون في بقلبها. طبعا علبتين ألوفيرا جل، هذا 100% ألوفيرا جل طبيعي 100%، وفيه كتاب صغير بخبركن كيف بتستعملوا كل شيء بقلبها بالتفصيل، وكل يوم شو تاكلوا وشو تشربوا ايمت وشو المسموح وشو اللي مو مسموح. فيه measurement tape للقياس، وفيه هذا الشيك. طبعا الشيك بيكون بقلبه بروتين، اكيد انتو بحاجة للبروتين خلال هالتسعة ايام، فهذا بيعوض شوي عن البروتينات، و طبعا بالاضافة لمعادن وفيتامينات بقلبه. وبما انه صار عندكم فكرة عن الفيتامينات، رح احكي على السريع عن Forever Fiber يلي هو عبارة عن بودرة من دوبة بمي او بعصير معصور على الايد. طبعا برجع بقول الكتاب فيه شو المسموح وشو لا. Forever Fiber بيساعد الهضم ليصير بطيء، فمنشان الإنسان ما يجوع بسرعة، وموجود بقلب الباكس 9 منها، منشان كل يوم واحدة. طبعا هاي كانت لمحة كتير بسيطة وسريعة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. بشوفكم غير فيديوهات. يلا سلام.